استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة المهندس خرام دستغار خان وزير التجارة بجمهورية باكستان الإسلامية. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ترحيب مملكة البحرين بأي توجه يخدم تنمية التعاون التجاري بين الدول الإسلامية بما يسهم في دعم اقتصادها ومسارها التنموي، مؤكدا سموه بأن مملكة البحرين ترحب دوما بتوسيع دائرة التعاون التجاري والاقتصادي مع جمهورية باكستان الإسلامية، وأن أي مبادرات تصب في هذا الاتجاه لها كل الدعم والإسناد من الحكومة وأجهزتها المختلفة، معربا سموه عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات البحرينية الباكستانية من تطور وازدهار على كافة المستويات. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور باكستان وما تشكله من قوة إسلامية لها ثقلها الدولي، مستذكرا سموه بالتقدير مواقف باكستان الداعمة لمملكة البحرين في مختلف الظروف والتي تعكس طبيعة العلاقات التي تربط بين البلدين وتميزها. وقد تم خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات البحرينية الباكستانية وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة والتأكيد على أهمية الارتقاء بمجالات هذا التعاون والتنسيق خاصة في الجوانب التجارية والاقتصادية. فيما نقل وزير التجارة الباكستاني إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التنسيق المشترك مع جمهورية باكستان الإسلامية على الصعيدين الآسيوي والدولي بالشكل الذي يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في الوصول إلى مستويات متقدمة في مسار التنمية المختلفة وبالأخص التجارية والاقتصادية. وقد أعرب وزير التجارة بجمهورية باكستان الإسلامية عن اعتزازه بالاهتمام الذي تحظى به العلاقات البحرينية الباكستانية من لدن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حتى وصلت إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق، منوها بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين في المجالات المختلفة وبريادتها التجارية التي تعكس سلامة النهج والسياسة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة.